الله رب العالمين كرمك، كرمك الله رب العالمين يا بني آدم، أنت أشرف مخلوق على وجه الأرض، أنت أشرف من السماء في علوه، أنت أشرف من الأرض على اتساعه، أنت أشرف من الكواكب في مداراتها، أنت أشرف من الذهب والفضة. كل ذلك إنما هو من أجل أن يخدمك، من أجل أن يكون مسخراً مذللاً لك. لماذا؟ لتحقق الغاية التي من أجلها خلقك الله رب العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لتصير عبداً لله، لا لتصير عبداً لشهواتك ولا لنذواتك ولا لأعرافك ولا لعقلك ولا لفكرك، لتصير عبداً لله رب العالمين. ولن تصل في الحياة، لن تصل إلى شيء، لن يصل الإنسان في حياته إلى شيء إلا إذا عبد نفسه. لن يسعد، لن ينعم، لن يهدأ، لن يستقر إلا إذا عبد نفسه لله تبارك وتعالى. لأن في النفس بركان، في النفس بركان الشهوة، في النفس بركان الشبهة، في النفس بركان الميل إلى الراحة والدعة، وكل هذه أمور تهدم الإنسان. فإذا لم يعبد المرء نفسه صار عبداً لشهواته، صار عبداً لنزواته، صار عبداً لأعرافه، صار عبداً لشيطانه. يصرفه فيما يستحي منه، يستحي أن يظهر شيئاً منه في العلانية، يصرفه فيما يخزى به بين نفسه، يصرفه فيما يخزى به بين خلق الله رب العالمين. صار ممقوتاً، صار مهيناً، صار حقيراً، لأنه اتبع المحتقرات. وأما من صار عبداً لرب الملائكة والسماوات فإن نفسه لا تأمره إلا بخير، فإن نفسه لا تأمره إلا بخير، ولا تحضه إلا على الخير، ويجعل الله رب العالمين له أعواناً يعينوه على الخير. نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم أن لكل إنسان قرينة من الجن، فقال يا رسول الله ما تفعل بقرينك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعانني عليه فأسلم. فأسلم يعني الجني أسلم، فلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير، أو أسلم من وسواسه. وهذا عمر رضي الله عنه كيف جاهد نفسه وكيف أقام نفسه على عبودية الله، فلم يجرؤ شيطان لأن يوسوس له بل أن يلقاه في طريق. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر بن الخطاب فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. لماذا؟ لأنه لم يكن يسمح للشيطان أن يقترب منه، لا في وسوسة ولا في هم ولا في عزم ولا في عمل ولا في إرادة ولا في نية. فلما صرف الشيطان عن نفسه انصرف الشيطان عنه، بل كان يفزع منه. ما سلك عمر بن الخطاب فجا إلا سلك الشيطان غيره،